نتكلم شوية عن النشاط الرياضي. مش عارف يعني، أنا برضو بلاقي بلالين اختبار، أنا بسميها بلالين اختبار. بلالين اختبار بتحصل مثلا اليومين دول، يقول لك إيه تقليص عدد الأجانب في الأندية. بالونة اختبار هو شيء ليس رسميا حتى هذه اللحظة، ولكن بالونة اختبار اترمت. طيب هو مش من الأولى إن احنا نحط سيناريوهات لما هو قادم يا أمير؟ بمعنى إن أنا في حالة رجوع النشاط الرياضي وعودة نشاط كرة القدم في شهر 5 هنعمل كذا، في شهر 6 هنعمل كذا، في شهر 7 هنعمل كذا، في حالة إلغاء الدوري أو إلغاء نشاط هذا الموسم هيحصل إيه؟ هنعمل إيه السنة اللي جاية في ظل ارتباطات كثيرة جدا السنة اللي جاية؟ كل حاجة اتأجلت السنة دي اتأجلت للسنة اللي جاية. وبالتالي مش من الأفضل إن احنا نحط سيناريوهات ومقترحات للفترة القادمة؟ بص يا كابتن، انت عارف اي مشكله او اي حدث بيحصل بتلاقي الاقاويل كتيره جدا. يعني احنا النهارده الوباء اللي في العالم كله، تمام، انا مش شايف اي كلام كتير في العالم كله في الانديه الكبيره غير ان مثلا بيحاولوا يساعدوا العمال اللي هم موجودين في الانديه، تمام، لكن يدخلوا في قرارات اتحاد كوره او يقول لك احنا هنقلل الاجانب او هنعمل مش عارف ايه، الكلام ده ما بيحصلش عندنا شويه. اولا احنا في يعني في النشاط الرياضي في حاجه اسمها اتحاد كوره، ما ينفعش النهارده كرة القدم او كرة القدم عامة، يعني ما ينفعش النهارده اي نادي يطلع او اي مسؤول يطلع او اي صحفي يطلع يقول فكره جت في دماغه. لازم الحاجات دي الانديه، رؤساء الانديه بيقعدوا مع المسؤولين في اتحاد الكوره وبيشوفوا القرارات اللي في صالح المقترحات ويشوفوا الصالح للنادي بتاعه لاتحاد الكوره والنشاط عامة والسيستم اللي ماشيين بيه اتحاد الكوره. يعني النهارده بدليل ان الكوره ما اتكلمش، كل اللي بيتكلم مسؤولين في انديه. ما هو ده اللي انا بقوله، انا شفتها النهارده تحديدا في الوقت ده ان هي بالونه اختبار. بالظبط بالظبط، عايزين نقلل الاجانب، فكره جت في دماغ حد، قلل الفلوس، قلل العقود، اعمل مش عارف ايه الكلام ده. هتكلم معاك في الامر تقليل العقود لانه اعتقد ان ده هشوف وجهه نظرك فيه، لكن عايزين مقترحات، عايزين سيناريوهات للفتره اللي جايه. الدوري رجع شهر 5 هيحصل ايه؟ الدوري رجع شهر 6 هيحصل ايه؟ طبعا مع الاعتراف، مع الاعتراف والاساس بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه ان صحه وسلامه الناس هي الاهم. اكيد. بمعنى ان بعدما ينتهي هذا الوباء تماما، احنا بنتكلم فيما بعد انتهاء هذا الوباء تماما. احنا دلوقتي يا كابتن كل الموضوع المفروض اتحاد الكوره والمسؤولين هم اللي يقعدوا دلوقتي يشوفوا يعملوا بلان للفتره الجايه. النهارده ما ينفعش النهارده يجي مثلا يقول لك ايه احنا خلاص شهر 5 مثلا ابدا دوري، خلاص الدوري شغال. فيلاقي نفسك انت، طب انا ما عملتش حاجه، ما عملتش بلان للموضوع، هل اكمل الدوري؟ هل هبدا فتره تعليق امتى؟ هل الكاس هيبقى امتى؟ الحاجات دي كلها. فلازم النهارده المسؤولين في اتحاد الكوره يقعدوا يحطوا بلان وسيستم يمشوا عليه، بحيث ان لما ابدا في شهر كذا ايه اللي هيحصل؟ لو طب انا بدات في شهر كذا دخلت على السيزون الجديد هعمل ايه؟ هلغي الدوري ده ولا مش هلغي الدوري ده؟ طب انا لازم اكمل الدوري ده؟ مش لازم مقترحات، لازم اتحاد الكوره يقعد ولازم يحط السيستم، ومسؤولين في الانديه هم اللي ممكن يتكلموا من خلال المقابلات مع مسؤولي اتحاد الكوره. لكن ما ينفعش حتى دلوقتي في حاجه اسمها كونفرنس كول والحاجات دي كلها، اي وسيله اي وسيله الاتصال يوصلوا نوصل لقرارات. وفي لو زي ما حضرتك قلت اهم حاجه الـ يعني الـ صحه وسلامه الناس، لان دلوقتي كل الناس ما فيش حد بيفكر دلوقتي في الكوره ترجع ازاي، احنا هنفكر نطلع الشارع ازاي ونعيش حياتنا طبيعيه ازاي. مظبوط. بعد كده اكيد طبعا النشاط وجوده مهم جدا لكل الناس، لينا احنا نستمتع بالجا للعيبه اللي هي طبعا قاعده في البيت دلوقتي ومفروض عندهم عقود وعندهم مفروض يكونوا منتظمين في الدوري او في الكاس او المنتخب، كان في تجمعات، اتحاد الكوره كان هيبتدي يظهر ويشتغل، الدنيا واقفه كلها دلوقتي. فلازم يا كابتن يحطوا سيستم دلوقتي وبلان، بحيث ان انت ما فوجئش لما ابدا النشاط في اي وقت فجاه الاقي نفسي ما عملتش حاجه. صح.